دكتور، كيف تنظر إلى ما تقوم به الميليشيا الحوثية، يعني إغلاق 5 إذاعات محلية دفعة واحدة؟ هو هذا النهج الثابت لدى الحوثية، نعرف وبشكل كامل والجميع متابع أنها سيطرت على كافة وسائل الإعلام في صنعاء منذ 2014، واستولت على الإعلام الرسمي والإعلام الخاص، ثم نهبت كافة الإذاعات والقنوات وأغلقت الصحف. هذا نهج ثابت، لكن التحول هذا ضمن إطار هذه الإذاعات التي تعمل اليوم في صنعاء، وهي إذاعات في الأغلب لا تعارض الحوثية ولا تتبنى خطاب، حتى خطاب معارض ولو بالحد الأدنى. وبالتالي إغلاقها مثل هذه الإذاعات، أنا أعتقد أن الحوثية تضيق بكل شيء، أما أن تكون معها 100% أو أن تكون تابع ومخلص وبوغا لتسويق ما تريده من أيديولوجيات ومن سياسات، وتحول وتريد أن تحول الكلمة إلى أداة حربية لتغيير ذهنية الناس وفق ما تحدده اللجان الثقافية المهيمنة والمسيطرة على كافة مداخل، على الأقل القوة في وسائل الإعلام وحتى المشرفة على كافة الميليشيات. هذا الجناح الخطير الذي لا يرى من لا يشبهه هو عدو، حتى ولو لم يعادي، وحتى وإن كان معه ومتحالف معه ولم يكن نسخة طبق الأصل له، يؤمن بالولاية بشكل كامل ويعمل على تسويقها ليل ونهار، فتتعامل معه كعدو.